هل بإمكان الآباء نقل الشاب من إسكان الإدارة المحلية؟ نعم، ليس هناك شيء يمكن أن تفعله الإدارة المحلية لتوقف هذا ما لم يعتبر الشباب في خطر الأذى الهام في حالة عودتهم إلى الآباء. إذا كانت تلك الحالة، الإدارة المحلية يجب أن تتقدم إلى المحكمة لطلب عناية مؤقت. الشاب الصغير لا يستطيع أن يطلب من الإدارة المحلية مواصلة إسكانه أو إسكانها ما لم يقبل الآباء.